بعد السندباد الصاير يمها لانه جاي سعد بن جرد. يعني هذا العراق صار له سنين عايش بهذا الضيم والمأساة زين والبوق والنهب، ما شفت الناس ايش متحشدين مثل ما متحشدين ضد مدينة العاب السندباد. ليش؟ لانه سعد بن جرد جاي يغني يم الدولاب. صدق تحجون يعني؟ ترى فشلتونا قسم بالله، فشلتونا يعني. فنان عربي جاي، انت منو حتى تمنعه؟ من تكون انت؟ كل من حريت انا يعجبني اروح احضر فنان اسمع له، ما يعجبك لا تتدخل. تردون تصادرون حقوق الناس وحرياتهم على ابو انتم يعني قاعدين تلتزمون بمبادئ وقيم وانتم ما ملتزمين بها. فشلون يعني فنان عربي يجي القناه وسون باب مدينه الالعاب؟ والله شنو انت ليش تغني هنا؟ لك والله عيب، والله عيب. العراق مو هيك، العراق بلد الحضارات، بلد الثقافة، بلد الموسيقى، بلد الحب. خربتوه، خليتوه كل عبارة عن هوسات ودم وقتل. وانا ما يدقني بعد غير هذا اللي صيح سعد المجرد مثلا انه مسوي له جريمة او شيء. يعني اكو قضاء والقضاء خلاص طلع من السجن الولد، وحتى وان كان فعلا مسويه فنال عقابه، وان كان ما مسويه فهو طلع بريء. زين يعني خلاص انتم المتهم هاي يبقى متهم انتهت ثبتت عليه. كيف تحاربون الفن وتحاربون الحب وتحاربون الموسيقى وتحاربون الجمال وتحاربون شكو شيء ممكن يسوي العراق يرجع بيه الروح؟ هذه تنطي روح قوة يعني تردون تمنعوها؟